نحن بالمحاضرات الماضية درسنا مواضيع مهمة مثل الـ Shared Memory Multiprocessors ومثل الـ Graphic Processing Units والـ SIMD Instructions أو الـ Multimedia Instructions اللي بنلاقيهم بالـ Modern Processors. اليوم راح ننتقل لنوع جديد من الـ Parallel Computers اللي هو الـ Message Passing Multiprocessors أو Multi Computers، وبعض مرات ممكن يكون في عنا أعداد كبيرة منهم بكونوا بكلاسترز أوف مالتي كمبيوترز. نحن درسنا Shared Memory Multi Processors. Shared Memory المالتيبل بروسيسرز بكون في Shared Memory بشوفوها، لكن بالمالتي كمبيوترز أو Message Passing Multi Processors بكون في Private ميموري سبيس لكل بروسيسور. كل بروسيسور او كل نود بكون في الها ميموري، وهاي الميموري خاصه بهذا البروسيسور، وفي انتركونكشن نتورك ممكن انها تكون ايثرنت، او بالعاده الكمبيوترات المتخصصه بتكون شيء ايثرنت بنوعيه عاليه او سبيشالايزد لو لاتنسي هاي باندويث انتركونكشن نتورك. Hardware sends receives messages between processors. يعني بكون في messages عبر الinterconnection network حتى لتعاونوا مع بعضهم. راح نشوف تفاصيل قدام شوي. بس قبل ما أترك الarchitecture بدي أعرض عليكم رسمة واقعية أكثر. رسمة بتفرجينا تفاصيل أكثر للmessage passing multi computers. Message passing multi computers حتى نميزهم عن المالتي بروسيسرز. مالتي كمبيوترز يعني الميموري مش شيرد، بينما المالتي بروسيسرز بالاغلب الواحد بقصد فيها انه الميموري از شيرد. بهذا المثال في عندنا المالتي كمبيوتر بتكون من مجموعه من النودز، بعض مرات هذول النودز بيوصلوا بالمئات او الالاف، والنود الوحده هي كمبيوتر مستقل، والنود الوحدة فيها multiple cores، فيها multiple CPUs، فيها memory خاصة فيها، وهاي الميموري هي private، وممكن الميموري ما تكون one bank، ممكن الميموري تكون multiple banks وفي multiple channels إلها، لكن دائما الميموري الوحدة أو multiple banks اللي داخل النود بكونوا كلياتهم visible by all the cores يلي موجودين بالنود. طبعا كل نود بدها تكون كامله وفيها ديسك وفيها اي او. الشيء مهم انه يكون في عندنا كوميونيكيشن بروسيسور او نتورك انترفيس كنترولر او كارد، عن طريقه بهاي النود بتحكي عن مع باقي النود. وبالعاده الـ Interconnection Network بتكون High Performance. إذا بدهم هدول اللي يتعاونوا مع بعض ويشتغلوا حسابات مع بعض، خاصة إذا كنا بدنا Data Level Parallelism، إذا كان بدنا Data Level Parallelism وكل اللي يتعاونوا مع بعضهم على نفس المسألة، بهاي الحالة على الأغلب راح يكون في بيناتهم A lot of communication، وبدنا اللولت وبدنا لولتنسي وبدنا هاي باندويث حتى تلحق على الفاست ماني بروسيسرز الموجودين بهذا المالتي كمبيوتر. اوكي، قبل ما اترك هاي الرسمه في اسئله؟ اخذنا اذا مقدمه عن المسج باسنج مالتي كمبيوترز. تفاصيل أكثر هم ممكن نقول عنهم loosely coupled clusters، يعني clusters of computers that are loosely coupled مش tightly coupled. اللي بشوفوا نفس الميموري منقول عنهم tightly coupled، لكن اللي بتعاونوا مع بعض عن طريق interconnection network منقول عنهم loosely coupled. وهم network of independent computer، يعني كل نود هي كمبيوتر مستقل. Each has مثل ما قلنا private memory و its own operating system.
private memory or operating system, or connected using an I/O system مثل الإيثرنت باستخدام good switches. على الإنترنت يعني إذا بدنا نشبكهم عن طريق الإنترنت, الإنترنت very slow, tens of milliseconds, maybe hundreds of milliseconds, وبهاي الحالة ما بيقدروا يعملوا data level parallelism, بده يكون كل واحد بيشتغل التاسك الخاصة فيه. ويلي وفي مسج باس وفي مسج باسنج في مسج باسنج مالتي كمبيوترز متخصصات بالداتا ليفل باراليزم مثل الاي بي ام اس بي 2. هذول بكون الانتركونكشن اللي بيناتهم مش إترنت, إشي كثير أسرع. لو سمحتوا واحد يجاوب هل سامعيني ولا مش سامعيني, لأني أخذت مسج إنه في مشكلة بالكونكشن. سامعينك دكتور. طيب الصورة والصوت واضح واصل كويس؟ واصل كويس. طيب الله يبارك فيك عبد الغني. على الأغلب هذول loosely coupled clusters are suitable, ملائمات for independent tasks. Independent tasks يعني مش إنه نفس التاسك ونفس الأريز والداتا بدنا نوزعها ويتعاونوا عليها أكثر من واحد, لا, كل واحد عنده شغلة خاصة فيه. مثل الويب سيرفرز, الويب سيرفرز إذا كان عندك ويب سيرفر بيجي ناس من بأعداد مهولة جدا من جميع أنحاء العالم, ممكن إنه يكون في عندك multiple computers بيشتغلوا كويب سيرفر, وبهاي الحالة الريكوستس اللي جاي من الناس المختلفين بتروح للكمبيوترات أو النودز المختلفات. فالmultiple nodes كل واحد بلوخد وبيجاوب على بعض, على جزء من التوتال ريكويستس. نفس العمليه بالنسبه للداتابيسز, ممكن يكون في داتابيس عليه lot of usage, وبالتالي حتى نلحق نقرا من مالتيبل هارد ديسكس ونجاوب ناس كثير, ممكن انه يكون في مالتيبل كمبيوترز والداتا موزعه عليهم. برضو السيميليشنز ممكن انها تتجزا لاجزاء. بالعادة بكون عندنا high availability لأنه في multiple independent computers, إذا واحد تعطل ممكن البقية يظلهم شغالين. بكون scalable يعني كل ما كبر حجم الشغل بتجيب more nodes وبتكبر interconnection network حتى تشبكهم مع بعضهم. affordable لأنه النودز بالعادة كل نود بتكون كمبيوتر عادي وسعرها معقول فأنت ممكن تبلش ب two computers تشبكهم مع بعض, تحط عليهم software الملائم, بصير في عندك two nodes. احتجت أكثر بتحط ثالثة والرابعة ممكن توصلهم لمئات وألاف. إيش مشاكلهم؟ مشاكلهم شغلتين رئيسيات. أول إشي administration cost. تخيل عندك انت كمبيوتر واحد بدك تعمل له ابديتس, بدك تنزل عليه سوفت وير, بدك تعمل عليه السوفت وير ابديتس, بدك تعمل له كونفيجريشن. فاذا كان في عندك مش واحد, كان ماني كمبيوترز وكلياتهم بدك تدير بالك عليهم, فالادمنستريشن بكون مكلف. بينما الشيرد ميموري مالتي بروسيسرز بكون في one copy of the operating system, one copy of the applications, و they run on the multiple processors اللي شايفين نفس الميموري ونفس الهارد ديسك. بينما لما يكون في multiple computers كل واحد له هيدك, له بغلبك لحاله. بيستخدموا معاهم virtual machines. virtual machines شرحناها وهي flexible, بتقدر تنقل تعمل virtual machine مرة وبتقدر تنقلها من مكان لك مكان, من سيرفر لسيرفر, بتقدر انك تعملها كوبي وهذا بسهل. بالمناسبة في برمجيات متخصصة لإدارة many computers يعني مثل كوماندر, بقدر اني اعمل ابديت او اكرر السيتنجز على multiple independent computers باستخدام برمجيات خاصة.
المشكلة الثانية اللي هي low independent low interconnection bandwidth. هم أكيد خاصة إذا شبكتهم عن طريق الإثرنت ولا الإنترنت راح يكون الباندويث قليل، وبالتالي في a lot of communication. هذا مختلف وعكس الـ SMP symmetric multiprocessors يلي بكونوا كلياتهم على نفس الباص أو إلهم موجودين بنفس الكمبيوتر وفي specialized low latency high bandwidth network داخل الـ SMP. فالـ SMPs والـ shared memory multiprocessors أفضل للـ data level parallelism، الـ loosely coupled clusters أفضل للـ independent tasks، لما يكون في sharing أقل. هلا بنفرجيكم كيف لو بدك تعمل data level parallelism. تذكر المحاضرة الماضية نحن كنا أخذنا مثال بالبداية، أخذنا سيريال، بعدين شفنا كيف إنه نحله parallel. لو بدك تجمع 64,000 element، شفنا كيف بجمعهم one processor باستخدام لوب بسيطة، 64,000 iteration بمر عليهم كلياتهم براكبهم سم. بالشيرد ميموري لو كان عندك 64 بروسيسور، كل واحد بجمع partial sum ب variable خاص فيه. بعدين تذكروا كن لجأنا للتنصيف، انه النص التحتاني بنسخ من النص الفوقاني، بعدين بنقسمهم لربعين، الربع التحتاني بنسخ من الربع الفوقاني، وهذا بتكرر حتى يصفي التوتال سم عند ون بروسيسور. الالجوريثم اللي شرحناه المحاضره الماضيه هذا ممكن لانه كل بروسيسورز شايفين كل الشير الداتا، فالنص التحتاني شايفين الفاريبلز تاعون النص الفوقاني وبيقدروا ينسخوا من عندهم. لكن لما يكون في عندك مسج باسنج مالتي كمبيوترز، كل واحد عنده الميموري الخاصه فيه، واذا بدهم يتعاونوا مع بعض لازم يتعاونوا بطريقه اخرى راح نشوفها بسلايد 44. ف اذا بدنا نعمل سم ريدكشن على مسج باسنج مالتي كمبيوترز، ممكن ال 64,000 نقسمهم على 64 بروسيسور، وكل واحد هاي المرحله الاولى ما تغيرت، كل واحد بلاخد 1000 رقم، وكل واحد بده يكون في عنده مش الكليه، مش ال 64,000 بدها تكون هاي ال 64,000 موزعه عليهم بالتساوي، وكل بروسيسور عنده AN وهاي الـ AN حجمها فقط 1000، ففي 64 AN فيهم كلياتهم، كل واحد فيه جزء من الـ A الكاملة، وكلياتهم مع بعض بيحتوي الـ 64,000 رقم. واللوب هاي بسيطة، كل بروسيسور بمر عليها وفي له صم خاص فيه، وبتتكرر 1000 مرة. بالنهاية بالصم بكون في البارشل صم لهذول الألف عند وان كمبيوتر. طبعا راح نحتاج ريدكشن بروسيس، وممكن نعمل أسلوب مشابه، half the processors send والأذر half receive، نقسمهم لنصين بالبداية، النص الفوقاني برسل للنص التحتاني، بعدين منتابع الكوارتر send والكوارتر receive and add، ومنظلنا نكرر. يعني الرسمة تاعت الشغل تبعهم بيشبه السابق، لكن الفرق انه في send و receive. يعني هون الاشي المهم انه حتى نجمع بالنهاية التوتال sum، بكون في processors بتعمل send و processors بتعمل receive. هذا هو الشيء الرئيسي. طبعا هذا موجود ب do while loop حتى نكرره، مثلا اذا كان 64 بدك تكرره ست مرات، 32 ل 32 بجوز خمس مرات، 32 ل 32، 16 ل 16، 8 ل 8، 4 ل 4، 2 ل 2،
واحد لواحد ست مرات. نحن بنبلش انه في الليمت 64 والهاف 64، ودغري بنقسم الهاف على اثنين. طبعا لما يكون زوجي تزيد واحد النص بروح، لانه هاي انتجر ديفيجن، فبصفي بالمره الاولى 32. 32 اذا كنت انا اكبر من الهاف واقل من الليمت، برسل للنص التحتاني رقمي ناقص الهاف. واذا كنت اقل من الليمت اوفر 2 بعمل ريسيف، والرقم اللي يعني هون الصم تبع بروسيسور من النص الفوقاني برسل لبروسيسور بالنص برسل لبروسيسور بالنص التحتاني، والبروسيسور اللي بالنص التحتاني بيستقبل وبراكم الرقم الجديد اللي وصله مع الصم تبعه. وهذا بتكرر ست مرات، وبالنهاية بصفي عند بروسيسور صفر حاصل جمع الـ 64 partial sum. أوكي، في أسئلة؟ ما فيش أسئلة. في شيء بدي أفرجيكم إياه هون؟ لا، هسه نرجع للبرزنتيشن. موضوع جديد بس عليه وان سلايد، موضوع ثاني بس عليه وان سلايد، اللي هو الجريد كومبيوتينج. الجريد كومبيوتينج بكون في عندك سيبريت كومبيوترز انتر كونكتد باي لونج هال نتوركس، مثلا على الانترنت. شوفوا كيف هلا فكره الجريد كومبيوتينج اجت لما ناس لاحظوا انه في كثير من المؤسسات عندهم كمبيوترات كثيره مثل الجامعات، بيشتغلوا مثلا بين الساعة 8 و 4 بعدين الناس بتروح، ومن الساعة 4 العصر لثاني يوم الساعة 8 الصبح الكمبيوترات غير مستغلة. فهاي الكمبيوترات الغير مستغلة حطوها على interconnection، حطوها على نتورك تعاونية من ممكن جميع أنحاء العالم. الناس بيخلوا الأجهزة تاعتهم visible من الإنترنت حتى اللي بيحتاجها يستخدمها. يعني بتقدر تعتبره نوع من عمل الخير، إنه والله هي جهازي قاعد ما حدا بيستخدمه، خلي بوقت فراغه الناس الثانيين اللي عندهم حسابات تنعمل. ف طبعا المسألة بدها تكون يعني انك بتقدر انك تقسم المسألة تاعتك into work units. work units يعني مش كل المسائل ممكن تنفع لشيء مثل هذا النوع، بدك انك تقسمها لمسائل بعدين تعملها submission باستخدام software كامل، وبتحدد شو مواصفات الجهاز اللي بدك اياه. وفي سيرفرز بالعالم بتوزع الشغل على الكمبيوترات اللي داخله بهاي النتورك، وممكن هذا ياخذ دقائق ولا ساعات بالنهايه او حتى ايام، وبالنهايه الريزلتس بتنبعث لك. ف والهدف الرئيسي مثل ما قلت لكم، we want to make use، نستفيد من الـ idle time للـ PCs العادية اللي موجودة بالمكاتب وبالجامعات وبالشركات وبالمعاهد المختلفة. وهاي يعني إذا مهتمين دور يعني اعمل سيرش على هذول الـ grid communities of grid computings. بالأغلب الواحد بده ينضم إلهم، بده يعمل أكاونت، بده ينزل السوفت وير تبعه.
تبعهم بده يطور البارلل بروجرام بشكل مناسب لهدول الجريد كومبيوتينج، وبعدين بتقس يعني الشغل بيكون بتقسم لورك يونتس، تعمل له سبمشن وتستنى حتى يتوزع ويتنفذ وتيجيك النتائج. وهذا كثير مفيد للطلاب، يعني اذا انت الحس بتاعتك بتاخذ وقتك كثير على جهازك الخاص على النوت بوك تبعك، ممكن من النوت بوك تبعك تبعثها على الانترنت، وبدال ما الشغله تاخذ اسابيع ممكن انها تاخذ معك يوم ولا اقل. في اسئله؟ الموضوع الاخير اللي بدي احكي عنه اليوم يلي هو مالتي بروسيسور نتورك توبولوجيز، يعني هذا بنطبق على المالتي بروسيسورز وعلى المالتي كمبيوترز، كيف نشبكهم مع بعض. في طرق مختلفه حتى نشبك البروسيسورز او الكمبيوترز مع بعض. ممكن ان نشبكهم بباص، والباص بكون فيه مالتيبل نودز، كل نود لها هاي الدويرة، هي بس انترفيس نود، بس انترفيس سيركت بتمكن البروسيسور انه يحكي عن طريق البس. طبعا ممكن يحكي مع ميموري وممكن يحكي مع واحد من الاذر بروسيسورز. بالمناسبة الايثرنت بطريقتها البدائية انك تشبك كمبيوترات مع بعض، هم بنشبكوا ببص، بحيث بس واحد بيقدر يستخدم البص at a time. لما واحد يطلع المسج تاعته بتصير ظاهرة على كل البص، والباقي والأذرز بيقروا، كلياتهم بيقروا، واللي إله واللي مهتم بهاي المسج بلاخدها وبدخلها لجوا. فكل واحدة من هذول الزرق بتشوف المسج، وإذا المسج إلها بتدخلها للبروسيسور تبعها. الرينج بالأغلب بكون الراوترز أو النودز مشبوكين، الكوميونيكيشن نودز مشبوكين مع بعض، وبيبعثوا باتجاه معين. فطبعاً إذا هذا بده يبعث لهاد بتاخذ زمن قصير، لكن إذا هذا بده يبعث لهاد فبدك تلف الرينج تقريبا كلياته حتى توصل. فهون في variable latency، هون إذا أخذت البص في يعني latency ثابتة. بالنسبة للمش أنا بدي أعرض عليكم رسمة أفضل من هاي. المش في الواقع هيك، انه كل بروسيسور بكون في له 4 بورتس، ونحن بنحطهم بريكتانجل او سكوير، وكل بروسيسور في له 4 كوميونيكيشن بورتس بيقدر يحكي مع اللي يمينه ويساره وفوقه وتحته. وبكون في صم راوتينج بالاغلب افقي بعدين عمودي، مثلا اذا هاي بدها تحكي مع هاي بتبعت المسج وفيها ديستنيشن فيلد لهذا، بعدين هذا بس الديستنيشن كوردينيت العمود يصير صح، بتصير تبعت لهذا حتى توصل الداتا لهون. ولما المسج يكون الديستنيشن تبعها نفس الاي دي للنود، الراوتر بيدخلها له. طبعا كل واحد منشتري من هدول بده يكون في له، كل واحد من هدول النودز بده يكون في لها 5 بورتس، واحد له و4 حتى يتصل مع اللي حواليه. هون في بالمش في اللي على الأطراف في بورتس غير مستغلات،
فالإشي المنطقي إنه الواحد يستغلهم ب ب إنه يشبك الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر والطرف العلوي مع الطرف السفلي. فإذا وصلت الأطراف بهذا الشكل بكون في عندنا 2D تورس، وممكن بدل ما 2D تورس برضو موجود 3D تورس، إنك بتقص مثلا بهذا المثال 1 2 3 4 في 4 16 في 4 128 16 32 64. فبتقدر انه يكون في عندك مور بروسيسورز اقرب على بعض. طبعا هون عدد البورتس بدها تزداد 2، لانه انت بدك 2 من فوق ومن تحت، واثنين من يمين ويسار، واثنين بالدبث بصير. فالكوميونيكيشن للوحدة هون بال 3D تورس، الكوميونيكيشن الراوتر أغلى لكن في فائدة. شو فائدة TD تورس عن المش؟ شو بنستفيد من دكتور؟ انه لما ربطنا الجوانب انه بصير يوصل اسرع ويتواصل مع بعض اسرع. صحيح. هلا لنفترض هذا بده يحكي مع حد مثل قبل، بدل ما يمشي بهذا الاتجاه ممكن انه يمشي بهذا الاتجاه، فب ب 1 ب 1 هب بيكون وصل للطرف هذا، بعدين بانذر هب يوصل للطرف هذا. فهون بدل ما أخذ 1 2 3 4 و4 أخذ 8، هون بلاخد 2 بهذا المثال، وبأسوأ الأحوال بلاخد 4. فمنختصر الليتنسي للنصف، وهون ممكن إن نختصر الماكسيمم ليتنسي للربع. طبعا هدول أكثر فالوضع مختلف شوي، يعني هدول 64 بينما هدول 16. اوكي، هذا بالنسبة للمش وللتورس. اذا شرحنا كيف بنشبك الكمبيوترات بطريقة تورس، في الواقع هذا تورس مش 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 2D تورس. وهون الرسمة اوضح، هون الرسمة فيها انا خليتها لانها جيدة. كل راوتر أزرق هون لاحظوا إنه له 5 بورتس، واحد مع اللي فوق، واحد مع اللي تحت، واحد بروح لليمين، واحد بروح للشمال، واحد للنود يلي هون. طبعا النود ممكن إنها يكون فيها بروسيسورز وميموري، ممكن تكون مستقلة وممكن ما تكون مستقلة، ممكن يكونوا كلياتهم شيرد ميموري مالتي بروسيسورز، أو هذول السكويرز ممكن يكونوا مسج باسنج مالتي كمبيوترز. النوع الثالث هو ان كيوب او هايبر كيوب، وبهذا المثال this is هايبر كيوب اوف ديجري 3. يعني الكيوب هو شكل، والدايمنشن تبعه هل هو 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشنز ولا 3. بهذا المثال يعني بدك تتخيله ثلاثي الابعاد مثل الكيوب. خليني أفرجيكم رسمات للأنواع المختلفة من الكيوبس. هذول هم كلهم نقدر نعتبرهم هايبر كيوبس. هذا of degree 1. degree 1 بكون في عنا degree 0. degree 0 هو نقطة. degree 1 one dimension، صفر وواحد. ديجري 2 بنحصل ديجري 2 ان ناخذ ديجري 1 نكرره مرتين ونشبك بين النقاط المتناظره، فالخط لما يصير مربع تحول من شيء خطي ل 2 دايمنشنال شيب، فهذا هو الهايبر كيوب اوف ديجري 2. حتى نوصل لهايبر كيوب اوف ديجري 3 بتاخذ ديجري 2 وبتكرره
الخلفي، هذا المربع الخلفي هو اللي كررناه، هاي كررنا المربع مرتين، مرة من الأمام ومرة من الخلف، بعدين وصلنا الزوايا المتناظرة مع بعض، بصير عندك 3D شكل كيوب ثلاثي، وهذا اللي بالعادة بنقول عنه كيوب نحن، بس هذا بالتسمية هاي هو كيوب اوف ديجري 2 وهذا كيوب اوف ديجري 1، هذا كيوب اوف ديجري 4، انك تمسك المكعب تبع 3D وبتكرره، بصير عندك نسخة ثانية منه وبتشبك الزوايا المتناظرة مع بعض، بصير في عندك هايبر كيوب اوف ديجري 4. بعدين هذول تسميتهم بالمناسبة بيشبهوا برقموهم مثل الباينري، يعني بيعطوهم اي ديز مثل الباينري، لما يكون 1 دي بكفي 1 بت 0 و1، لما يكون اوكي لا 0 و1 0 واحد، لكن لما يصير في 2D بدنا بت ثانية بتحدد المستوى، فالبت الثانية هون صفر وهون صفر وهون واحد وهون واحد، لما طبعا فبصير عندك صفر 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 عفوا صفر 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 هون صفر واحد، خليني أخذ قلم أرفع، هاي واحد صفر وهاي واحد واحد، الخلفيات نفس الشيء صفر 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 واحد 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 صفر، بس بدنا نضيف بت ثالثة بالبلين الأولى من بتكون صفر قيمتها، وبالبلين الثانية بتكون قيمتها واحد، وهكذا يعني هدول بكون الاي ديز تاعونهم نفس الشيء، بنضيف بت رابعه على اليسار صفر، ولهدول من البت الرابعه اللي بنضيفها على اليسار بتكون واحد. والهايبر كيوب جيد من ناحيه انه انت الماكسيمم ليتنسي بتعتمد على عدد الدايمنشنز، فهون حتى يعني هون ب 1 دي بنحتاج 1 هب، ب 2 دي بنحتاج 2 هبس، ب 2 دي بنحتاج 3 هبس مثلا 0 0 ابعد شيء عنها 1 1، فحتى نوصل عن من 0 0 ل 1 1 بدنا نروح هيك، بعدين بدنا نروح هيك، بعدين بدنا نروح هيك، ف الدايمنشن في الواقع يساوي عدد النودز، خليني هون أقول عدد النودز N، فمثلا لما تكون N 8 log base 2 ل 8 الدايمنشن 3، فالليتنسي بالهايبر كيوب ليتنسي بتساوي D، الليتنسي بتساوي D. وبما انه اللوغاريتم بيكبر ببطء مع ان، فبالتالي الليتنسي بتكبر ببطء كل ما كبر الهايبر كيوب من 3D ل 4D ل 5D. طبعا في كثير من الانظمه الصغيره بيلجؤوا للفولي كونكتد، انه كل نقطه تكون مشبوكة بكل النقاط الأخرى، يعني لاحظوا هاي مشبوكة مع هاي ومشبوكة مع هاي ومشبوكة مع هاي ومشبوكة مع هاي ومشبوكة مع هاي، كل واحدة مشبوكة من مع الجميع. قديش الليتنسي هون؟ قديش الماكسيمم ليتنسي؟ مين متابع معي؟ زيرو لا واحد، الماكسيمم ليتنسي واحد، لأنه بدك 1 هب حتى توصل لأي واحد. هل في له مشاكل الفولي كونكتد؟ مكلف جدا، مكلف جدا، لأنه الراوتر بده يكون عدد البورتس فيه يساوي عدد
النودز. بينما هون لوغاريثم اوف ان هون اثنين فقط ثابت. وعدد الاسلاك اللي موجوده فيه مهول جدا. في الواقع انت بتحتاج ان عدد الاسلاك بيساوي ان multiplied by n minus 1. يعني بدك كل واحد مشبوك مع كل الثانيات، كل n مشبوكات مع ال n minus 1. بقدر اقسم على 2 لانه اللينك، خلينا اللينك الوحده هي بنستخدمها رايح راجع، ف اللينك الوحده بتشبك 2 بالاتجاهين. هذا بالنسبه للنتورك توبولوجيز، هذول اشهرهم. الله يخليني اشوف في شيء نسيته. لا ما نسيت شيء. اوكي، هلا لما بنقارن بيناتهم، انا اوريدي كنت اقارن لك بيناتهم مثلا من ناحيه بيرفورمانس، ركزت على الليتنسي وشفنا شغلات مثل الرينج الليتنسي تاعتها طويلة، بدك ممكن تلف الرينج كامل، بينما الفولي كونكتد الليتنسي تاعته واحد دائما قليلة. الثروبوت طب دكتور سؤال. تفضل دكتور، في ايش اسمه المالتي ستيج نيتورك بالسلايد؟ هدول راح اشرح عنهم بعد شوي. وين راحوا؟ مالتي ستيج، انا فشكت عنهم. طيب سوري، خليني احكي عن المالتي ستيج نتورك. مالتي ستيج نتورك بالاغلب يعني البروسيسورز ممكن ان نشبكهم عن طريق كروس بار او سويتش، وبهاي الحاله هذا مكلف جدا لانه السويتش غالي. السويتش في عدد من الكونكتورز يساوي عدد البروسيسورز تربيع، ان تربيع الكوست تاعته، لكنه بالاغلب بكون سريع لانه المسج، لنفترض بدنا نبعث مسج بين 0 و7، بهاي الحاله بنبعثها بهذا الاتجاه، الديستنيشن تبعها هو 7، فكلاتهم بضلهم فاتحين ما عدا هذا بيسكر حتى يشبك السطر الأولاني مع العمود الأخير، وبالتالي المسج توصل ل P7. للأجهزة الصغيرة ممكن السويتش يكون رائع. صح هو غالي لكن تكلفته ممكن نتحملها. حتى يقللوا بالتكلفة ممكن إنهم يستخدموا switches multi-stage network مثل الأوميجا. والأوميجا تستخدم building units، يعني هاي interconnection network بتشبك هذول الثمانية مع بعضهم، وبتستخدم building units يلي هي simple switch box. the switch box بقدر يشبك A مع سي، A مع سي أو A مع دي أو B مع سي أو B مع دي، وبالتالي ممكن بأكثر من ستيج، مثل هون هاي ستيج الأولى، العمود الأولاني، ستيج ثانية، ستيج ثالثة، عن طريق 3 ستيجز ممكن نوصل للي بدنا إياه. يعني مرة ثانية، لو صفر بده يحكي مع 7، صفر بده يحكي مع 7، بهاي الحالة خليني أتأكد. أوكي، بدي أظل أنزل لتحت. بدنا نروح بهذا الاتجاه، بعدين المسج اللي وصلت من هون بدنا ننزلها بهذا الاتجاه، بعدين المسج اللي وصلت من هون بدنا نوصلها لهذا الاتجاه، وهيك بنقدر نوصل لسبعة. لو فكرت فيها لحالك بتلاقي انه كل واحد بيقدر يحكي مع اي واحد ثاني
باستخدام الراوت الملائم، لأنه كل واحد من هذول بيقدر يمرر دغري أو بيقدر يمرر قطري. الآن من ناحية performance قلنا عن latency، throughput. الثروبوت بيعتمد على اللينك باندوث، يعني الكونكشن الوحده قديش الباندوث تبعها، والباندوث تبعها بيعتمد على عدد الاسلاك وبيعتمد على الفريكونسي اللي بنبعث الداتا. بالعاده الداتا بنبعثها سيريالي، اذا بعثناها على سلك واحد معناته نحن بكون في عندنا عدد معين بالبيتس بير سكند، وبالعاده بتكون بيشتغلوا على هاي فريكونسي. مثلا الإثرنت ممكن يوصل ل 10 جيجا بتس بير سكند. وبرضه التوتال نتورك باندويث مهم، يعني التوتال نتورك باندويث اللي مثلا الموجود هون مهول التوتال نتورك باندويث، لأن التوتال نتورك باندويث بيساوي عدد النتوركس عدد اللينكس ضرب الباندويث للينك وحده. برضو مهم نتطلع على البايسكشن باندويث. بايسكشن باندويث هو لما اقسمهم لنصين كم لينك بيضل عندي. فخلينا نشوف الامثله المختلفه هون. اذا قسمتهم لنصين البايسكشن باندويث هو واحد، بينما هون البايسكشن باندويث افضل شوي اثنين. هلا هون لما تقسمهم لجزئين البايسكشن باندويث تبعك بالمش 4 وبالتورس 8. هون لما تقسمهم لجزئين خلينا نفترض انه الاربعه القداميات لحال والاربعه الخلفيات لحال، البايسكشن باندويث بيناتهم هو 4. والفولي كونكتد راح افرجيكم اياه بعد شوي. طبعا نحن بهمنا انه يعني من ناحيه بيرفورمانس بهمنا انه هذا يكون اقل ما يمكن، والثروبوت لهذول الثلاث معايير يكونوا اعلى ما يمكن. بس اذا هاي حاولت اني اصغرها وهاي اني حاولت اني اكبرها الكوست بتزداد. فلازم تطلع على الكوست، لازم تطلع على الباور كونسومشن، ولازم تطلع على قديش النتورك معقد الراوتينج بيناتها. هل الراوتينج ممكن نعمله بالسيليكون، ممكن نعمله على تشيبس بسيطات، ولا لازم يتدخل البروسيسور لانه عملية الراوتينج معقدة. لكن يعني الإشي اللي بدكم تركزوا عليه إنه يلي بيصمموا interconnection networks بيركزوا على إنه الكوست تكون معقولة، الثروبوت يكون عالي بس مش على حساب الكوست، وبرضه latency تكون واطية بس مش على حساب الكوست. فهي يعني performance cost optimization الدفيعة اللي بدهم سوبر كمبيوتر بيستخدموا high throughput low latency networks مع انها غالية. الناس اللي في عندهم independent tasks ما بهمهم، يعني مثل الطالب فبشبك على الانترنت اللي هي بطيئة جدا وال latency تاعتها واطية جدا. هذول الأمور بدي أفرجيكم هذا الجدول لهم. هذا الجدول ل أنواع مختلفة من الباص والرينج درسناه، الباص والرينج درسناه 2D مش و 2D تورس وهايبر كيوب و فات تري ما اعطيتكم اياها بحبشوا عنها، فولي كونكتد كلهم هذول درست لكم اياهم. هلا نحن قاعدين بنفترض انه في عندنا 64 نودز، فاذا بدك تحطهم برينج او باص بتعرفوا كيف، اذا بدك تحط 64
مش بده يكون أو بتورس بده يكون عندك 8 × 8 8 × 8 ثمان أسطر بثمان أعمدة. إذا بدك تحطهم بهايبر كيوب قديش الدايمنشناليتي تاعته راح تكون؟ ستة. يعني نحن شفنا ثلاثة وأربعة، لسه بدك تكرر الأربعة في ثمانية، عفوا الثلاثة في ثمانية، الأربعة في 16، الخمسة في 32، والستة في 64 نود. من ناحية باندويث، هون الباندويث واحد، هون الباندويث اثنين، هون الباندويث ثمانية، هون الباندويث 16 لأنه في الكونكشنز الخلفيات، وهون النص بحكي مع النص، فبالتالي في الأربع نص 64 32. فولي كونكتد هو بدك تضرب 64 في 63 وتقسم على 2. هاي كيف صارت 1004؟ معيش وقت برجع لها. هلا الماكسيمم ليتنسي، ماكسيمم هاب كاونت 1 بالبص بالرينج 32، على فرض انك ممكن تروح يمين بالاتجاه اليمين او باتجاه اليسار. المش بدك 7 حتى تروح افقي و7 حتى تروح عمودي. التورس بنختصرهم للنص. الهايبر كيوب بنحتاج ننتقل من دايمنشن لدايمنشن 6 مرات. الفات الفولي كونكتد بنحتاج 1. اوكي، نمبر اوف سويتشز، هون الرينج بحتاج number of ports per switch، يعني هذا الدويرة الزرقاء بالرينج بدك واحدة من اليمين واحدة من اليسار واحدة مع النود. المش بدك 4 ملي، ثنتين من اليمين واليسار وثنتين من فوق وتحت وواحدة مع النود نفسها، نفس العملية التورس. هون 7 لأنه في 6 dimensions وفي النود نفسها. هون بدك مع نفسك ومع الـ 36 الثانيات. Number of switches بالأغلب كلهم بدهم switches، فتحتاج 64 switch. و total number of links بدك تضرب total number of links. هذول الأرقام بدي إياكم تتعلموا إنكم، هذول كل الأرقام اللي هون بدي إياكم تتعلموا إنكم تجيبوهم بمعادلات، بدي تشتقوا المعادلات تاعتهم، بحيث لو إني قلت لك بدال 64 32 أو 128 تقدر إنك تحسب الأرقام اللي هون كلياتها. أوكي، أنا هيك خلصت اللي بقدر أشرحه اليوم. يوم